انطلقت الآن الجيات في شوطها الثالث على جائزة عبيد بن صالح بن مشخص يرحمه الله عويبيل من أهل الرياض وحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله. ترى هذا الشوط لجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات فأكثر الجياد التي لم تكسب. ويقام هذا الشوط على مسافة 1800 متر، قيمة الجائزة 27,000 ريال. وتقدم الآن لحاطوم، حاطوم في المركز الأول الآن معتمر للمركز الأول، وحاطوم في المركز الثاني، الثالث للكانون في المركز الثالث وهو المرشح الثاني بعد معتمر في هذا الشوط. وأيضا محاولات من شبل زيدون من الخارج، وأيضا من الجواد ضرام من الخارج، والصدارة لمعتمر. أيضا نشاهد الجواد يجب يحاول أن يتقدم، والصدارة لمعتمر، محاولات أيضا من حاطوم من الداخل، والصدارة للجواد. معتمر في المركز الأول، الكانون يتابع في المركز الثاني يجب يتقدم من الداخل. وأيضا هناك محاولات من قبل بقية الجياد في هذا الشوط. وشاهد أيضا أسد عقاب يتقدم من الخارج في هذه الأثناء، والصدارة لمعتمر، معتمر في المركز الأول، ومحاولات من الكانون ومن أسد عقاب ومن ضرام ومن يجب وأيضا من عطر رحمن يتقدم في هذه الأثناء. وأخذت الآن الجياد المنعطف الأخير والطريق المستقيم باتجاه خط النهاية. معتمر في المركز الأول، ضرام الآن يتقدم في هذه الأثناء، ومعتمر متمسك بالصدارة حتى الآن في هذه الأثناء، عفوا ليس معتمر، بعد أسد عقاب يتقدم في هذه الأثناء، وتقدم قوي من قبل ضرام، والتنافس قوي ما بين الجياد في هذه اللحظات. وأسد عقاب في المركز الأول أم يتقدم عليه ضرام؟ إذن أسد عقاب في المركز الأول، ألف مبروك.